نظم مكتب شؤون القبائل في أسوان احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر العظيم بحضور عدد من المسؤولين. وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما قدمت فرقة قصر الثقافة للموسيقى العربية فقرات غنائية وطنية نالت إعجاب الحضور. شهر أكتوبر ده من الأشهر السعيدة على الشعب المصري، في احتفالات كتير. احتفلنا بالمولد النبوي الشريف، انتصارات أكتوبر المجيدة، بهني الشعب المصري باسم أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الأندية الرياضية كلهم في محافظة أسوان. ما أعظم الحديث عن مصر، يكفينا ما قاله رب العزة تبارك وتعالى، حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة أن كلمة مصر ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة. ومن عجيب الأمر أن الله عز وجل لم يدخل الدخول بأمان إلا في 3 أماكن: الدخول في الجنة، والدخول في مكة، والدخول في مصر. وفي هذا يقول جل وعلا في شأن الدخول في الجنة: ودخلوها بسلام آمنين. كل سنة ومصر بخير، كل سنة ومصر في انتصار، كل مصر دايما وعقبال 100 سنة ومليون سنة بنحتفل بانتصار أكتوبر اللي كان نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث. أعياد الفخر، أعياد يفتخر بها كل مصري وكل عربي على انتصارات أكتوبر ومرور 50 سنة. احنا سعداء طبعا ان احنا موجودين كأسرة أسوانية موجودة في أسوان، موجود في ضيافة شؤون القبائل، فاحنا مبسوطين جدا اولا في وجودنا في هذا الحفل، وتعودنا تواجد في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، لأننا احنا بنلتقي، كل الأسرة بتلتقي في هذا العيدين المجيدين والعيدين اللي بنفتخر به ومدعاة الفخر للمصريين والعرب. 6 أكتوبر بنحتفل بهذه المناسبة السعيدة التي اقترقت فيها القوات المصرية خط بالريف وأبلت بلاء حسن، وهذا يدل على القوة الجندي وصلابة الجندي المصري. بنهني قواتنا المسلحة، بنهني الشعب المصري بعيد تحرير، بعيد عبور 6 أكتوبر لقواتنا المسلحة، ونقول لهم كل سنة وانتم طيب، وبنترحم على شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم لتحرير كل شبر من هذا الوطن.